سلام الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا على خير وبخير ومرحبا بكم فيديو جديد. واسفه اسفه بزاف على التاخر، شحال هذه ما بارطاجيت لكم شي حاجه. كانوا عندي شي ظروف وهذه يومين كان لانيفرسير ديالي، كنت كنوجد له هذا داكشي علاش وما بارطاجيت لكم حتى شي حاجه هذه السيمانه، ولكن رجعت لكم بالجديد. عندي لكم الكراتان بشيفلور والبطاطا، كيجي رائع بصلصه بشاميل، كيجي مزيون بزاف. دونك عندنا راس ديال الشيفلور كما كتشوفوا مقطعكم نقي، وعندي هنايا جوج ديال البطاطا حتى هما منقيين ومقطعين على هذا الشكل هكايا مربعات. دونك عندي هنايا كامله فيها الماء كيسخن، غادي نسلقهم ونتلاقاو من بعد نوريكم الطريقه. صدقوني راه كيجي زوين زوين بزاف، اقتصادي وغادي يعجب ولادكم. بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات صغار ما كيبغيوش ياكلوا ليهم الخضره، راه بهذه الطريقه هذه غادي يعجبهم بزاف وكيجي زوين صراحه. كيجي رائع خفيف مع هذه الصيفيه هذه، ما غاديش ما تصهدوا لا في الكوزينه لا حتى شي حاجه. كيعجبوني هاد الاكل اللي كيكونوا غابيد دغيا دغيا كيوجدوا وما كيطلبوش الوقت كثير. دونك انا غادي نسلق البطاطا نسلق البطاطا والشيفلور ونتلاقاو من بعد. كيف ما كتشوفوا انا راه عندي الماء غلا، صافي غادي نزيد له شويه الملحه وغادي ندير كل شيء. راه ما غاديش نسلقه حتى يبدا يتفرتت، غادي ندير لهم غير نص سلقه حتى من بعد غادي نخشيهم في الفران. المهم ندير هادشي هذا يتسلق ونتلاقاو من بعد. اذا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما غلى الماء، راه انا عملت هذاك شي فلوري تسلق، صراحه راه ما خليتوش بزاف، ميم با واحد 7 8 ديال الدقائق كيف ما كتشوفوا، راه صافي دخلوا الطياب. 10 دقائق اللي غادي نخليو دخلوا الطياب، كتبقى تخشي الموس وكتشوف راه كيبان لك صافي راه تسلق. والبطاطا راه البطاطا حتى هي كاينه راه غير ما كتبانش صافي. وهنايا راه غادي نبقاو غادي نوجدوا دابا صوص بيشاميل كما كتشوفوا، عن صوص بيشاميل بالفخوماج. هنا عندي جوج معالق ديال الزبده، غادي نشعل البوطه على نار مهيله وغادي نزيد كما كتشوفوا. المهم عندي جوج معالق ديال الزبده، عندي هنايا الفرماج لافاج كيري ولا اي فرماج تقدروا تستعملوا، خمسه ديال لافاج كيري. غادي نستعمل نص لتر ديال الحليب، غادي نستعمل جوج معالق ديال الطحين ولا الدقيق العادي، الدقيق الطحين الرطب. وعندي هنايا البزار صافي. دونك انا غادي نشعل البوطه على النار مهيله ونحط كاسرونه تذوب ليا، جوج معالق ديال الزبده وغادي نزيد عليها الطحين. المهم خليكم معايا وانا غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال صوص بيشاميل بالفخوماج. اذا البنات كيف ما كتشوفوا، المهم الكاسرونه ديالي انا عملتها على البوطه وعلى النار تكون مهيله. دابا درتي جوج معالق ديال الزبده وغادي نزيدوا ليها جوج معالق ديال الدقيق، انا قلت لكم الدقيق العادي الفرن باش كنصايبوا الحلوه ولا الكيك ولا الدقيق العادي، جوج معالق كبار. المقادير انا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، كتبقاو تضيفوا شويه بشويه وكتحركوا. غادي نزيدو البزار كيف ما كتشوفو، الملحة أوسي، أو غادي نزيدو الدقيق نص لترو. المهم المقادير اللي عطيتكم أنا راه على حساب المول اللي غادي تستعملو نتوما، واش المول يكون صغير ولا كبير، دونك كتستعملو المقادير اللي غادي تحتاجو المول ديالكم. دابا غادي نستعملو الحليب كيف ما كتشوفو، كتبقاو تضيفو الحليب شويه بشويه وكتحركو. نوقف الفيديو باش ما يجيش طويل ونخلي حتى ديك الحليب يبدا يطلع مع شويه ديال السخونيه يسخن، وديك ساعتيك نرجع معاك. دونك البنات انا رجعت ليكم الحليب، غادي تبقاو تضيفوا شويه بشويه مع التحريك باش ما يتكور لكم حتى شي حاجه. داك نص لتر كتبقاو تخويو منها شويه بشويه كيف ما كتشوفوا وكتحركوا. البوطر عادي كما كتشوفوا راه ماشي ناقصه، البوطر راه مزيان
انا خلاص كنطيبك المجمر صغير صراحه، ماشي انا اللي كنصايب الوصفه. انا اول مره غادي نحضر على الصوص بيشاميل بالكيشو. المهم دابا كنضيفو 5 ديال 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 الفرماج ديال لافاج كيري، ولا تقدروا تستعملوا حتى كيري. دابا غادي نستعمل البوزه هي تقطعوها هكا، يا اما تحكوها بالحكاكه ولا تقطعوها غير هكا شويه بالموس الكوزه. المهم المقادير انا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، في صندوق الوصف غادي تلقاو كلشي، نخليكم كلشي. دونك غادي نستمروا بالتحريك ونكملوا داك نص لتر الحليب ديالنا. انا قلت لكم نص لتر الحليب، راه كتبقاو تخويو شويه بشويه، ما كتخويو كلشي بدقه واحده. صراحه انا هاد الكراتان سبق لي كليتو، كيجي رائع رائع، كيجي زوين بزاف. داكشي علاش فاش بغاو يصايبوا اليوم قررت انني نصورو لكم ونشاركو معكم. خلاص الفران راه حنا شعلنا عليه باش يسخن، باش ما يجي فين توجد لينا صوص بيشاميل يكون الفران سخن، وكم صن نخشيو المول ديالنا. البطاطا انا درتها سقطرتها من الماء وخليتها كتبرد شويه في الشبكه. صافي راه سالينا نص لتر الحليب ديالنا دابا، صافي الاخرين راه خويناه دابا. صافي وغادي نستمر التحريك. شحال نخلي الوقت باش يسخن يبقى حتى يغلى؟ شويه تسالو. صافي غادي نبقاو نستمروا بالتحريك حتى نحسوا بالخليط ولا بدا كيعقد شي شويه، ما تيسخن تيعقد اللي شو صافي البنات انا ما غاديش نطول في الفيديو بزاف، غادي نستمروا بالتحريك بحال هكا. هي تحسوا بدا كي بحال بدا كي بدا كي بدا كي يعمل لنا داك الفقاعات، بدا كيغلى صافي وكتوقفوا عليه. ورجعت لكم هنايا. المهم راه انا خديت المول وراه ما كدهنوا بالزبده لا حتى شي حاجه، المول هكايا طالكوال. من بعد ما ديك الخضيره كما كتشوفوا الشيفلور والبطاطا طلقات، راه انا صفيتها في الشبكه ومشيت كنصايب صوص بيشاميل. ومن بعد ما خليتها كت في البوطه والفرماج، المهم صوص بيشاميل كل مره ما كنقول لكم غير صوص بيشاميل كيقول لي بالفرماج. المهم راه خلاها على البوطه ناقصه وجا لهنايا وضع هذا البطاطا والشيفلور على في المول ديالنا. وكما كتشوفوا هو كيضيف لي واحد شويه ديال البزار من الفوق. طبعا راه غادي نحتاجو فيها الكيسو والفرماج محكوك. شوف الصوص، الصوص اللي بيان البنات شوفوا الصوص كيفاش كتجي، راه كتعقد. وقلت لكم راه كتقطع من ديك الفقاعات ملي كطيب. صافي راها جات زوينه زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا الخبر. صافي حنا غادي نطفيو البوطه وغادي نخويو داك الصوص بيشاميل على المول في المول ديالنا على ديك الشيفلور والبطاطا. بنات انا متاكده غادي تعجبكم، راه كتجي غزاله 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 بزاف صراحه. صافي كنبقاو نهبطوا داك لاصوص اللي باقى لينا. كما قلت لكم الفران راه شعلته. دابا غادي نديرو الفرماج محكوك. صافي كما كتشوفوا
هذا اللي عملناه. مهم حنايا على حساب ثلاثة الناس، ما كاينش بزاف اليوم في الدار، دونك على حساب ثلاثة ديال الناس. وانتوما طبعا راكم غادي تستعملوا المقادير، غادي تدولوا المقادير على حساب شحال ديال الناس اللي عندكم في الدار. دابا غادي نديروا الفخوماج محكو كيف ما كتشوفوا من الفوق. هذا الأربعة الناس، أربعة خمسة الناس، المهم ولكن أنا متأكدة غادي ناكلوه حنا بثلاثة. صراحة كيجي بنين بزاف، شوية بزاف. صافي دابا غادي نديرو في الفران البنات. الكراتان ديالي ها هو في الفران، درجة الحرارة 230، راكم عارفين الفران ديال الضم ما كيكونش سخون بزاف. وبالضبط من بعد غادي منين غادي يطيب ونطفي عليه غادي نقول لكم بالضبط شحال ديال الوقت استغرقنا باش وجد لينا الكراتان. ما نقدرش نقول لكم الوقت دابا حتى من بعد. السلام عليكم البنات. راه من بعد ما وضع المول في الفران ويقول لي واش كاين البان رياضو، وهو البان رياضو هو لا شابلوغ، الخبز اللي كتحمروه وكيكون محكوك لا شابلوغ. قال لي راه كيجي زوين وكيجي مذهب، كيجي الكغاطان مذهب من الفوق. دونك انا ما عنديش البان رياضو بوحديتو ولا شنو سميتو لا شابلو، ما عنديش بوحدو. دونك اللي عندي انا راه كيجي فيه المعدنوس كيف ما كتشوفوا، المعدنوس والثومه نورمالمون ناتورال. خاص قال لي نورمالمون خاص يكون ناتورال، زعما ما فيه حتى شي حاجه غير البان رياض بوحديتو. صافي وغادي نرجعوه للفران ديالنا ونتلاقاو من بعد البنات. ها انا خرجت المول ديالي من الفران كيف ما كتشوفوا، كيجي محمر بهالطريقه هذا، كيجي غزال غزال بنين واعر صراحة. المهم نتلاقاو في البلاطو النهائي، راه مازال في الفران سخون. اذا البنات الكراتان ديالنا ديال الشيفلور والبطاطا بصوص بيشاميل والفخوماج وهذا كيجي غزال كيف ما كتشوفوا، راه محمر زوين. اذا الغداء ديالنا ديال اليوم هو هذا كيف ما كتشوفوا شليده، وهذا الكغاطان هذا. انا صراحه هادشي اللي كنبقى ناكل في الصيف، حوايج كيكونوا ساهلين في التحضير وكيجيو زوينين بزاف. اذا ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتابوناو دعموا القناه، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم البنات. انا قطعت لكم واحد طريف باش تشوفوه، صراحه كيجي فيه داك الفخوماج اللي كما كتشوفوا، ديك الفخوماج عرفتي كيجي كيتجبد غزال. ملي كنت كنقطعو كيجي كيتجبد غزال، ما عرفتش انتما. شوف صراحه كيجي واعر بزاف. وبالنسبه لشحال خليته في الفران، المهم شحال خلينا في الفران، تقريبا بقى 25 دقيقه في الفران بالضبط، 25 من 25 دقيقه، نص ساعه بالضبط ديال الوقت اللي بقى في الفران.